بعدين ميمو، بعدين فري لايف. نورتنا عادل مساء الخير أبو الحكم حبيبي، مساء الخير لكل اللي موجودين حبيبي، المشاركين والمستمعين معك، يسعد مساك. تفضل. أنا حبيت أعمل مداخلة اليوم لموضوع حملة، يعني بشكل سريع بدي أحكي فيها، وبدي من خلال هاي المنصة إني أجيش لهي الحملة من بعد إذنك. مؤخرا طبعا الموضوع مش موضوع حديث، موضوع قديم، موضوع جرائم ضد المرأة، خصوصا جرائم القتل. طبعا الحملة هي بتعتمد أو شغالة على خلق منصة قوية، عمادها يكون المتنورين بس هي مفتوحة للجميع. المنصة هاي تعمل عملية حصر وفضح كل جرائم التي تمارس ضد المرأة من قتل وعنف واغتصاب وتقييد حريات بكل مكان. بدنا نعمل المنصة هاي مش فقط كقاعدة إخبارية زي مناطق النشاط الإخبارية، لا، بدنا تكون المنصة هاي قادرة للتجييش، للتغيير، لفضح الفاعلين، لفضح القتلة. أيضا المنصة هاي بدها تحاول إنها تلم كل القوانين، تفضح كل القوانين الموجودة بالدول وين ما كانت، الدول بلاد الرمال، حتى في البلدان الغربية وين ما كانت، كل القوانين اللي بتمارس التمييز ضد المرأة نحطها ونسلط الضوء عليها. الهدف من هاي المنصة إنها تكون قادرة بأي خبر بنزل عليها إنها توصل لأكبر عدد ممكن من العالم، من الناس، لو 1 مليون إنسان. تقدر المنصة هاي توصل لصحفيين سواء كانوا باللغة العربية أو باللغة الإنجليزية. المنصة هاي تقدر توصل لسياسيين، تكون عامل ضغط حقيقي على البلدان الهشة تبعتنا. هاي المنصة بلشناها اليوم، المبادرة كانت اليوم من خلال بيج اسمها Stop Killing Women. طبعا كمان مرة، المنصة هي مش فقط لجرائم القتل، المنصة هي لكل أنواع الجرائم التي تمارس ضد المرأة، وأي مرأة كانت من أي خلفية من أي مكان. من بعد إذنك بدي أحط رابط البيج بالتعليقات أنا، ودعوة عادل، مفتوحة لجميع للجميع. انت شو اسمه مشرف بالقناة، تقدر تنزل رابط. ايوه خلاص، تمام حبيبي، يسلموا، شكرا. كمان من خلال هاي من خلال المنصة هاي أو من خلال الحلقة هاي، بدعي الجميع اللي بحب يكون مساهم بشكل فعال متطوع بهاي الحملة وبهاي المنصة، إنه نقدر نوصل ونعمل فيها إشي خلال فترة، سواء كان بتقديم الاقتراحات، سواء كان بتوفير الأخبار، سواء كان بالمشاركة الفعلية والتطوع الفعلي وإدارة الحملة كمان. يعني هاي الحملة مش حملتي ولا حملة أي شخص، هاي حملة جميعنا بنشتغل عليها عشان نقدر نوصل لمنصة فعلا قادرة إنها تعمل إشي. كل شهر بدنا نحاول إنه نطلع بحلقات كاملة على إنه نوضح لوين وصلنا بهاي الحملة وشو النتائج اللي وصلنا لها. كمان مرة، التواصل من أجل هاي الحملة راح يكون من خلال رابط راح أحطه بيج كومنت على سوري على الصوت، راح أحط الرابط بالصفحة بالأسفل الحلقة، وبتمنى إنه الجميع يشارك لأنه الموضوع بحاجة إنه نتحرك على أرض الواقع، نحاول نعمل إيش ونحاول نعمل تغيير. شكرا لك أبو الحكم. شكرا حبيبي، شكرا عادل لمشاركتك. في حاجة حابب تضيفها أيضا؟ لا، هاي الفكرة، أنا حبيت بس مشاركتي تكون على موضوع الحملة هاي، ماشي إنه أحاول ماشي. إنه أنشرها بكل مكان. طيب نزل الرابط وإحنا نساندك بالحملة اللي تسويها، وراح نسوي تفاعلات ونعلن عنها ونخلي الرابط. أحكي معك بعد الحلقة بحيث تمام ننزل تمام برابط الحلقات كلها يعني. تمام